تيد في فاير بلاي 1-1 للشباب قدام النادي الافريقي، هدف عاطف التخيلي ضد مرمى في الدقيقه 39 من المقابله، مع اصابه احمد خليل وتعويضه برودريغ كوسينس. كل نعرفوا للشباب تعوض هلال الشاب اذا بعد فوزها بدوره البراج، شنو نحبين نعرفوا شنو جديد في موضوع وقضيه هلال الشاب، خاصه بعد البيان اللي هبطت وزاره شؤون الشباب والرياضه، كذلك والادماج المهني حول الدعوه لامكانيه عقد جلسة عامة خارقة للعادة من أجل إعادة هلال الشاب. حابين نعرفوا شنو جديد في الموضوع، آخر تطورات باش ناخذوها مع عند السيد توفيق المكشر رئيس هلال الشاب. سيد توفيق أهلا بيك. أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين اللي معاك. هلال الشاب سي سلام راهم يعوضها حتى جمعية هلال الشاب، هي اسمها هلال الشاب ومشتقة هلال الشاب، هذيك التعويض في البطولة ولا غيره احنا ما يعنيناش، احنا موجودين كجمعية موجودة في الرابطة المحترفة الأولى إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. احنا قضية تاعنا موجودة في التاس، النهار تاع التاس تحكم مثيلة الشاب ما عادش موجودة، وقتها نجمو نحكيو عليه الموضوع هذا. إي أما مش تلعب، قلت لي مش تلعب اليوم في البطولة، قلت لي موجودين في البطولة. احنا موجودين في البطولة، اليوم عندنا عقوبة، هنا هو بيان سور يقول كون عطينا بريفيليج، احنا نروح عقوبة، والبريفيليج ما تنجمش تمشي به للتاس، تمشي بالتاس إلا بعقوبة مش ببريفيليج، فماش إنسان يعطيوه امتياز ويمشي يشكي. احنا هو يقول كون عطيناك امتياز بالنسبه للسنان، احنا هنا متشاكين، والموضوع نتاعنا الناس كل تعرفوا التامه والعافيه يعرفوا كون اليوم موجود في التاس. اليوم الموضوع هذا حب يوفى معناها في نطاق قومي اليسير ناسيونال، مالوغوزمون معناتها الطرف المقابل ما نعرفش كيفاش قاعد يخمم، فاش قاعد يخمم، شنو هو برنامجه؟ معناها يزيد الاجواء هذيا ويزيد كان يعكر فيها والسلام. احنا عملنا جلسه عامه بطلب من رئيس الحكومة عند وزارة الشباب والرياضة، وكان موجود فيها السيد الوزير، وكان موجود مع الديوان نتاعه وجماعة ملايئة نتاعي ومحامين وكل ما يتبقى. احنا كان الاتفاق موجود على أساس كوني مشتم دعوة لجلسة عامة، الجمعية كلها مشتم لجلسة عامة، مش يكون معناها الموضوع نتاعها هو عفو عام على جميع الجمعيات والرياضيين والمسؤولين. ما نتصورش اليوم جمعية في الجمهورية التونسية ما عندهاش عقوبات، ما عندهاش ولاية في السينيور في الاسبوار ولا في لونتينور ولا غيره معاقب، فما الجمعية ما عندهاش عقوبات، ما عندهاش معناها دوسيات مسدودة في الجامعة. حابين نصفيوا الأجواء وتبدأ الشامبيونا كما نقولوا نحن في جو نظيف ونسكروا الدوسيات الكل. مالوغوزمون فما ناس أخرى تخمم في أمور أخرى، ما حبتش المبادرة هذه تكون، وإن كان المبادرة ما كانتش منا احنا، معناها كانت بالمجموعة. احنا كانت برنامج باش نتقابلوا مع الطرف المقابل مع الجامعة، رئيس الجامعة الفضل، ما نعرفش أنا الجامعة غير كاني مثلا كان رئيس الجامعة، يمكن فما كان رئيس الجامعة وتصرف فيها ونحن لا نعرفوه في أرض الحق، علاش هو ما حبش يجي معنا. ما يتبقى مش مشكلة، نحن مستانسين بالحكاية هذيا وهنا قاعدين مواصلين، وإحنا عندنا حق مسلوب ومنحي، يلزم الحق بتاعنا هذا يرجع لنا والسلام. ماذاش طالبين؟ احنا ماذاش طالبين حتى حاجه اخرى. انا مالوغوزمون في تونس اليوم كي يبدا انسان تقول له راك غلط ويجي وزاره ويجي سلطه اشراف ويجي الدنيا كلها والعباد كلها تمشي له يقول عندك حق، ما حاشناش كلمه عندك حق، حاجتنا باش ناخذ حقنا. فما فرق بين تقول له عندك حق وبين تاخذ حقنا. اليوم دوسيات محلوله برشا، ملفات عديد الملفات محلوله، كانت تنجم تسكر ملفات هذيا، جات فرصه، انا نقول جات فرصه للمكتب الجامعي باش يصفي الامور، ما حدش اليوم يمكن يرى كون وجودي انا في الساحه زاد الرياضيه قلقوا شويه، وانا عرفت عليه قلت له خاطر قاعد يبعث بطريقه مباشره وغير مباشره معناها يدعو للاستقاله، قلت له نقدم استقالتنا مع بعضنا نحن الاثنين انا وياه، خاطر الكوره ما عادش تحملنا الاثنين، خلي الاجواء نتاع الكوره تقعد باهيه وندخلوا احنا في في العالم لي زافير، هو يحب لي زافير وقال عندي شركه ولا زوز تبارك الله، انا تو ندخلوا انا في العالم طلب لي زافير طلب عارف. منك الاستقاله السيد وديع الجري باش يرجع الى الشابة؟ والله تو طلب مني استقاله، معناها ماك تعرف احنا رانا نشوف جماعه ولا دايره بي هكا وك الابواق اللي تتكلم والكل، كي ممكن كي سي توفيق يخرج من الكوره مش مشكله، معناتها هو ما نجمش يتجرأ باش يقول لي يخرج مباشره من الكوره، انا مش هو راهو صوت لي ولا هو انتخبني ولا باش ينجم يقول لي، مي ما احنا فاهمينه انا شنو اللي يحب، واحنا قلنا دي بالعكس نهار اللي حب باش يضر هلال الشابه وجاتنا من مكتب الجامعه نتاعو بيدو قالوا راهو ناوي باش يضر الجمعيه، انا قدمت استقالتي وقت مصلحه الجمعيه قدمت استقالتي في كل وقت، ما جبتش شيء حتى وقدم على الاستقاله نتاعي، اذا كان هذا يخدم كره قدم التونسيه وي، مي انا بيدي راه كونه لمصلحه كره قدم التونسيه ندعوه من المنبر هذايا باش يقدم استقالته ونقدمها مع بعضنا خير، انا عندي 5 سنين وهو عنده 10 سنين احسن كره تو الموند. اللي فهمته من كلامك الاتفاق اللي صار في الجلسه مع الوزير ما تمش، كان الاتفاق انه بتصير جلسه عامه لكن من بعد طلبوكم انكم تجيبوا ال 50 مع واحد من الانديه باش تصير الجلسه، هذا هكا فهم اللي صار سي توفيق؟ والله شوف ال 50 زائد واحد احنا جمعيات راهو نجموا ناخذوهم في نهار ولا في نهارين تو نبداوهم، نحن انا باش نحرجوا الجمعيات
مي حتى اللي صاحر في ورقه غدوه ما يجيش لو جلسه العامه. انت تعرف احنا جلسه العامه في الكوره وقتاش سمعت انت من نهار تلبيتها في الرياضه فما جلسه عامه فما معناها رؤساء جمعيات تستدعاه وعملوا جلسه عامه. ديما راهو المكتب الجامعي هو الكوب المبادره فيه هو اللي استدعاه هو اللي حضر معنا جلسه العامه ويحضر الوكيل نتاعه ويحضر الدنيا الكل. اليوم حتى يتكلم شخص مش تحرجه باش يحط كاشي وي حتى انا اصحابي اصدقائي معناها انا هما اصحابي واصحاب ودية قال لي راني ما نحضرش الجلسه هذا يقبل ما تصير مبادره هذه قال لك انا على تيك كان راني ما نحضرش لان من الناس اللي غالب ما يخافوا منه وانا قلت برشا مرات يخافوا منه يخافوا منه مش في شخص هو لانه عنده اليوم كل برما رئيس جمعية يكلم فيها جمع الفئة قال لي روعدني قال لي جمعتك شوية فلوس نسيب كي تعطيك شوية فلوس ونسيب لك وردي قل لك سي نرمال ولات مصالح أخرى ومصالح ضيقة ماهيش هذه الكورة. أنا قلت لك جيت فرصة جات مبادرة عن طريق الوزارة عن طريق الأطراف عن طريق الأطراف بالدخل كل رئاسة حكومة الناس كل مقلقة من الموضوع هذا وقلنا يا أخي برا عفلنا فما سلف وبرا سكروا الملف وخلي الجمعيات كلها تدخل ومدام الكبير إما ما باش تجي حتى في جلسة عامة هي شنو عملوا رايك تطلب أنت كجمعيات باش تطلب جلسة عامة من تلقاء نفسها سيكل يا أن بروبليم فيك لو بيرو فما مشكلة أنت ما تجي اليوم تسحب الثقة من المكتب الجامعي تعمل نجم تجيب مش 50 زائد واحد تجيب 70 لو دو تيار كيما حاب يعملوا له قبل أنا مش هذه غايتي أنا هو يعرف هو أكثر ناس يعرف كوني مش هذه غايتي أنا يبني إلى مكتب جامعي لغير مكتب جامعي أنا تمني إلى الشابة والكورة معايا طاقم معايا للشابة ما عنده حتى غاية أخرى أما اليوم هو بتملح من جميع مسؤولية الدولة بتملح من رئاسة الحكومة حط الناس كلها في فرضية خايبة اش باش نقول لك الحل هذايا كان ينجم يخرج الناس كلها في حاجه باهيه اليوم تجرب انت في البطوله وتجري في ماتشوات وتعمل في هذا كل يا خويا برعتينا احنا اجراءات هذه صار عنا في الاجراءات خلينا نسكروا الملف هذا لانه الملف هذا ريتو قد مش يقعد كل يوم مش ناخذ نتكلموا فيه في العلام وكل يوم مش يقعد الناس سايب الشابه والبلاد كامله محتقنه والناس كلها بل تحب انت مش مستحيل باش يقف سي توفيق مستحيل سي توفيق نعرفك صريح ونعود على صلاحتك باش تجاوبني في السؤال هذا عندكم احساس انه موقف الوزاره تبدل شويه كان معاكم سندكم بصفه قطعيه معناها اليوم ظهر لي تبدلت شويه الصوره مستحيل موقف الوزاره انا قلتها من نهار الاول قلت الوزاره فيها زوز اطراف فيها وزير واضح وصريح كيف تشوفني انا وموقفه من نهار الاول قال الجامعه غالطه وقالها في عديد المنابر وقالها غيره وفما كتب الدوله سي نورمال موقفها مع سي وديع هذيك قالوا لي في مجلس النواب معناها من نائب النائب ومن مسؤول المسؤول وهي الدور فيه باش ترجع البطوله وساعدت بطريقه او باخرى وعينها بالشامبيونات باش ترجع واخر اهتماماتها هي هلال الشام. اما موقف الوزاره في الوزير بيدو الوزير معناها في موقف لا يحسد عليه ويحب يلقى الحل اش تحبوا يعمل الوزير؟ اليوم جاء قال راهو القرار غلط راهو توا يلفو ابليكي الارتيكل 15 انا اليوم الوزير يحب يلقى حد صلحي في شنو الوزير نقول له يا سيدي هو ما مشاش امشي لارتيكل 21 برا حل المكتب الجامعي مش هذا الاوبجيكتيف نتاع الوزير الوزير اللي عنده بونتوات لا بوادي الجري ولا عنده مسح بتوفيق مكشف اللي نعرفوا العلاقه كانت منعدمه بين الوزير ورئيس الجامع اللي رجعت شويه كان العلاقات في الايامات الاخيره هذاك سينما اكل شفته انت هاو معاه في شو اسمه هذاك اسمع الوزير مراه محامي ولي بروفيسيونيل وكل حاجه حاطه في بقعات موقفه اليوم من الشاب كان تهز التليفون وتو تكلموا تو موقفه هذاك هو بيد هو حب يلقى حل هذا يا اخويا حب يلقى الصلح وطلبت منه رئيس الحكومه كما طلبت منه المره الاولى فك الاجتماع هذاك قالوا له اقبل رئيس الجمعيه واقبل رئيس الجامعه وانا مشيت وهو ما جاش كيما المره هذه راهو كان باش يقبلنا وهو ما حبش هو يحب ما يحب يقبل وحده راهو غضب قال له هارب من باش يقابل الناس عنده حاجه سير بروشي يا اخويا تفضل هاك البلاتوات محلوله هو تبارك الله يمشي حتى البلاتو نتاعه هذاك التاسع ماهو شاريه تو نجيو في فسفات ولا عنده يقول كاني انا غلط تو نقول انا غلط ولا هو بيدو نجم يقول غلط تو نعتذر مي اليوم بور كريتيكي كالكان باش تحل جمعيه وجمعيه اللي هي عندها 60 سنه وتجي بلاد كامله انت باش تعرف بالطريقه هذه لا وديع ولا غير وديع ينجم يتعدى على الشاب هذا باش ناكدوا لا وديع بال عنده بالغلاف بالغطاوات بالدنيا بالناس اللي واقفه معاه بالكل ما هو قاعد يتصور في روحه قاعد يتنفخ وبعد ماشي يتفش فرد المره. ماذا بيا كلمه بلاتو التاسع شريه سي توفيق تسحبها ما يسالش. لا انا نقول شاريه وشاريه بامتياز يعني خاطر نزلوا كل الزملاء وكل البلاتوات من الحاجات هذه. شوف احنا ننزه ولا ما ننزهوش انا نعرف. خاطر كلام اختير هذا. انت قاعد تحكي معايا راني نعرف انا البلاتوات وحتى كي يطلبني انا شخص يقولوا لي انا نحكي مع البلاتوات كلها ما عنديش مشكله خاصه باش نكون حاط لاني ما تعرف لا مع التاسعه ولا مع العاشره ما عندي حتى شيء. مي هاني قلت لك انا اعطيك اكزومبل لانه هو يمشي كان غادي.
قال له حاب يمشي ما باش يمشي بحر صاحبي بكار وما يمشيش يمشي كان غاد يحب يجي اخويا وين يحب يجي في اي بلاتو حتى عندكم انتوما يتفضل يحب عند اي مسؤول في الدوله كيما طلبوا منه عند السيد وزير مرتين ثلاثه ما حبش يجي يتفضل يحب حاجه يتفضل يقول اخويا يجيب معاه ما عنده مكتب جامعي ما يحبش يجي هو راح المكتب الجامعي نتاعو باش يلقى الحل راه فما فارق بين انسان يحب يلقى حل وبين انسان ما يحبش اليوم ريت انت تحكي معايا انت واصحابه واصحاب اصحاب اصحابه و12 مليون وعائلته والعالم الكل يحب يلقى حل شخص برك يحبش يلقى حل لانه يرى روحه يلقى حل هاو سوا ديزان اليوم رضخ لا مش هذا راهو اسمع راهو الانسان كي يلقى حل ويتجار الكريز هذيا حتى الناس تحترمه على الاقل هو يلسي باجي للكريز ما تستناش بالكريز استنى حياته كامله يضرب الناس ويتعدى لو كان عرف هو كيفاش يتعامل مع الوضعيه هذيا راهو حل وانا نقول ونعاودها ونعاود نكررها ألف مره الحل راهو بيده هو وينجم يفضه في خمسة دقائق والحل اللي احنا حشنا به يا اخويا نحن حاشتنا بحقنا احنا مقتنعين كونه اصحاب قضية واصحاب حق ونحن طالبين التسريع عن الاجراءات وتسريع عن الاجراءات هذه وعد به حكومة وعد به وزير وعد به 12 مليون تونسي اليوم يجي يتكلم ويقول ما عادش ما عندهمش حق ولا ما عادش وقت احنا راهي الهيئة اللي مش تحكم التوا ما تعينت لليوم اللي نحكي معك تعين الاسبوع القادم ولا الاسبوع اللي بعد وقتها نجم نطلبوا احنا تسريع النظر يعطي تسريع النظر وما يسالش احنا الا تحكم به المحكمة ولا تحكم به التاس كهيئة وكبلاد وكشاب وكان 30 ألف ساكن قابلينه لأنه إحنا رانا ألا غالب ونيكم سا إحنا رانا رأس واحد ريت الشاب رانا يد واحدة شخص واحد حب يضربني أنا ببلادي حب يضربني بالناس حب يضربني بال هون رئيسكم العمل العمل رانا إحنا فردا واحد يتكلم أي شاب يروح يتكلم بلغة كيف كيما نتكلم أنا كيما نتكلم 30 ألف ساكن وجهت اتهام اختيس توفيق في تصريحات سابقة العضو الجامعي حسن زيان لا ما هوش اختير وذاك واقع ولأنه سي حسن زيان أوديبا ثم جمعيات كلموا الشاب ولامس ولا فونتيير وقتاش قالوا لهم اجا باش نصح لانه المود باس راهو احنا نعرفوها الفيدراسيون المود باس احسن زيان اللي كنت واش عنده احسن زيان هذيك الخدمه نتاعو ما عنده حتى خدمه اخرى باش يقول لك باش داير احسن زيان كان لاي بالرابطه عندك الجمعيات داخل معاه في المكتب الجامعي اجا باش نصح حبي يصحوا للشاب وبعد يجيك للشاب يقول لك ما صدقش احنا خويا حبينا عفوا اليوم الجمعيات هما نفسهم قالوا احنا راهو احسن كلمنا من بلاده راهو تقول من بلاده من بلاده انا ما كلمتوش احسن باش نبدا ورحه وطلبته في التليفون وما جاوبنيش لان طلبته يعرفني طلبته عارف على خاطر انا علاش طلبته باش نلوم عليه فهمت زي انا قبل كنت نكلمه مش يجاوب قبل ما نطلبه ميتوا طلبته ما جاوبش لانه عارف علاش طلبته ونعرفها انا المهمه هذه نتاع احسن زيان اللي نعرفها ونعرفها مو احسن زيان بس انا تبعث لي وريقه هاو مش تبعث لك صح ورجعوا ما لهم السالسين بيه هذا عاجينه مع بعضنا اليوم لا وجهت له اتهام لحد شيء هذا واقع انا حكيته نحكي بالصحيح ما تجيش تشتت لي انت باش تجي في الشاب وتخلي ناس وعباد ومساكن وناس خارجين بكراب وماشيين الجمعيات تمشي لرئيس جمعيه رسول الله تقول له ما تصحش على عفو عام يقول لك ما تصحش شنو عفو عام ما تصحش عليه انت عندك فيه فايده حتى كان عندكش الجمعيات الاخرين عندك فيه فايده والله حتى نشوفوا مكتب الجمعيه وثم شكون اللي تيكلير قالوا راه وش اسمه هاو سي وادي عبيد وعنده تسجيل معنا مع ناس احنا مش شابه قال ما تنجموش تجيبوا خمسه ولا سته جمعيات لو معقول الكلام هذايا في واحد مش يطلع للجبل تو باش يتكلم سي توفيق في حال ما تجيبوش خمسه وسته جمعيات معقول اخي احنا كونكيرونس عاملين مكتب جامعي احنا عاملين انتخابات كان جينا عاملين انتخابات في مكتب جامعي تو نجيبوا 80% من الجمعيات ويعرف كون نجم نجيبوا سي توفيق في حال الفوز في القضيه في الشابه في التاس شنو يقول القانون بعد ما بدات البطوله اليوم يا خويا انا البطوله ما تعنينيش واحنا باش نربحوا قضيتنا في الطاس هاني نقوله لك اذا كان هو يترأس الطاس يمكن اما احنا قضيتنا راهي عادله انت اليوم هو تكلم وكان الناطق الرسمي نتاعه هذاك نهار كامل يتكلم زاد كذلك وانا كان مشى يصلح اموره في القروان وقضايا في القروان خير السيد هذاك قال بالنسبه لنا احنا راه اعطانا فافور اعطانا مزيه اليوم اعطانا ما اعطاناش سونكسيون اعطانا راهو ميز اون انتيفيتي ما نلعبوش احنا سناوك احنا ما طلبناش الشيء هذا احنا في التاس مش نربحوا القضيه نتاع هو مو عارف كونه مش يخسر في التاس هو كان مش عارف راهو يخسر في التاس علاش ما اعطاناش تسريع النظر هو يعطينا تسريع النظر اي شنو يصير شنو يصير توفيق تلعبوا سناي معناها ولا العام الجاي ترجع الشابه كيفاش؟ تلعبوا سنين معناها لو كنت تربح القضية والا العام الجاي ترجع والله عملية كيف نحن صارت في الجزائر ابري وي جورني قالوا لهم ريانتيغراسيون ايميديات ترجع ما يموش فيك هو اللي داشر في الدين بركشي هو كي عمل لك البلاغ هذاك محبة ياسر صحيح متعاطف معنا وصحيح يحب الشاب وصحيح ما يخمم بعيد يخمم في جمعيته يقول لك انا ابري دي جورني ولا دوز ولا حتى تري جورني بعدين اذا كان مش يرجعليش مش تصير في البطولة خلطة مش تصير هو ما يحبش يا خويا برا عطينا تسريع جريت وبصحة عليك يربح وما يسيرش مبروك عليك يا خويا وتو نهنيوك ونقول
مبروك بارك الله فيك تحب اكثر منك سبحان الله ولا القى حل هوني تي مطالبتك انت الاطراف الكلها الناس كلها طالبتك باتحاد الشغل برئاسه الحكومه برئاسه بالوزير بام بالناس بالعباد اللي جايينك وانت تغدر لهم بالفوق كانك عامل عليهم زي يلقى حل وسكر دوسك تحب تسكر دوسي لهنا وفك عليك اخي مش يسكت هو دوسي كل يوم يتازم كل يوم يزيد يتعمق دوسي هذا الناس المره فايته بمئات العائلات معناها ناس جايه لهنا تونس يساعدني انا ناس جايه من الشبه 300 كيلومتر عليه 300 كيلومتر رتور وهم توا طالبينه باش يمشي يعتصموا له قدام الجامع اش باش يعمل لهم باش يضربهم النهار هذه بالكاس يعني باش يعتصم باش ياخذوا غادي ما باش يروحوا اش باش يعمل يسكر الدوسي فما انسان يبدا عنده ملف كيما كاين ما يحاولش باش يسكره سبحان الله ما فهمتوش انا كيفاش يخمم والله ما ضامين نشوف تركيب المخ وكيفاش قاعد يخمم واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي توفيق على كل تفاصيل مدينة بها بخصوص جديد ملف هلال الشابة وقضية إمكانية عودته للبطولة من جديد أسمى المدة فلاش بوس وبعد راجعين مكملين حتى لما 3:30